لو سمحتي. نعم بالفعل، دعنا نشير إلى أنه منذ تشكيل هذه الحكومة برئاسة نفتالي بنت وباتفاق تناوب مع وزير الخارجية يائير لابيد، بدأت تواجه هذه الحكومة العديد من المشاكل، لا سيما وأنها جمعت أحزاب مختلفة جدا وارتكزت على عدة أحزاب غير متجانسة سياسيا وعقائديا وأيديولوجيا. ومنذ اللحظة الأولى كانت هناك توقعات بأن تنهار هذه الحكومة على هذا الأساس، ولكن أيضا بسبب محاولات بنيامين نتنياهو المستمرة الذي تحول إلى رئيس معارضة لإحداث انشقاقات داخل أحزاب الائتلاف الحكومي، تحديدا الأحزاب اليمينية، بهدف إفشال هذه الحكومة، وهو ما صرح به أيضا بعد الإعلان عن التوجه إلى حل الكنيسة من قبل رئيس الحكومة ووزير خارجيته يوم أمس الأول. وبالتالي هذا الانهيار كان متوقعا لهذه الحكومة، ولكن ربما التوقيت كان مفاجئا بالإعلان عنه من قبل بنت قبل يومين، لا سيما عشية الزيارة المرتقبة للرئيس الأمريكي جو بايدن الشهر المقبل. لكن مع ذلك هذه القراءة كانت تمهيدية، وهي تستبق ثلاث مناقشات أخرى، ثلاث مناقشات من المتوقع أن يتم بحثها مطلع الأسبوع المقبل، رغم أن الائتلاف الحكومي يسعى حتى هذا اليوم إلى تمرير هذا القانون إلى لجنة الكنيسة، ومن ثم إعادته إلى الهيئة العامة للتصويت عليه في القراءة الأولى. يتعجل الائتلاف الحكومي بالانتهاء من التصويت على هذا القانون بهدف قطع الطريق على رئيس المعارضة بنيامين نتنياهو وإنهاء فرصه في تشكيل حكومة في إطار هذه الكنيسة قبل التصديق نهائيا على حل نفسه، وهو يسعى بطبيعة الحال إلى تشكيل حكومة ضمن الأحزاب القائمة الحالية في الكنيسة دون الحاجة للتوجه إلى انتخابات بعد ثلاثة أشهر من حل الكنيسة. هذا بالنسبة لنتنياهو حلم كما يوصف في الإعلام الإسرائيلي، لأنه لن يضطر إلى خوض معركة انتخابية خامسة قد تفرز نفس النتائج، وهذا ما تظهره كافة استطلاعات الرأي التي بدأت تصدر منذ لحظة إعلان بنت عن حل الكنيسة. كل استطلاعات الرأي تشير إلى أن أزمة الحكم في إسرائيل ستستمر حتى بعد الانتخابات المقبلة، وأن الانتخابات المقبلة لن تفرز نتائج جديدة، ولن يتمكن أي من المعسكرات سواء كان ما يسمى معسكر نتنياهو أو المعسكر المناوئ له من تشكيل حكومة بسهولة. معي هنا عضو الكنيسة العربي من القائمة المشتركة دكتور أحمد طيبي، مرحبا بك. انتخابات خامسة في يبدو غالبا 90% مر بإجماع كل أعضاء الكنيسة 110 ضد 0. هذه قراءة تمهيدية كما تفضلت بدقة، أمامنا قراءة أولى وثانية وثالثة. الائتلاف يريد يوم الاثنين أن ينهي هذا الموضوع بكل القراءات، لا أعتقد أن المعارضة متفقة معهم. يبدو أنهم يريدوا أن يكسبوا بعض الوقت ليحاول نتنياهو إقامة حكومة بديلة بلا انتخابات. هناك جزئية جديدة نشبت الآن، الائتلاف يريد اليوم أن يطرح في لجنة الدستور قانون المتهم الذي يمنع من تشكيل رئاسة الوزراء لصد بنيامين نتنياهو. هناك معركة على هذا الموضوع في هذه اللحظات، هذه معارك اللحظة الأخيرة قبل حل الكنيسة. أزمة حكم يعني تتعمق أكثر فأكثر في إسرائيل، على ماذا يدل ذلك؟ أربع انتخابات، ربما هذه الخامسة، ولا يوجد حسم. هذه أزمة سياسية وبرلمانية وسياسية، ولكني أريد أن أقول هي ليست أزمة وجودية. في هناك ارتفاع في منسوب الفاشية في إسرائيل، العنصرية أصبحت طيارا مركزيا سائدا، وكلما ارتفع منسوب الفاشية في أي بلد عبر التاريخ
تفاقمت الأزمة الداخلية اجتماعيا وسياسيا، نتنياهو عاقد العزم على أن يصل إلى الحكم لإلغاء محكمته، هذا ما يؤرق حاليا. لست متأكدا أنه في انتخابات يستطيع أن يحصل على 61، حتى الاستطلاعات لم تعطيه ذلك. الأحزاب العربية كيف لها أن تؤثر على مجريات الانتخابات المقبلة في حال تم بالفعل إجراؤها، خاصة في ظل الاختلافات بين من يؤيد الاندماج في الائتلاف الحكومي كما حدث في الانتخابات الأخيرة وبين القائمة العربية المشتركة التي ترفض ذلك؟ هناك نهج الدخول في ائتلاف حكومي اللي قامت عليه القائمة الموحدة ثبت فشله، هذه التجربة فشلت، لم يحصل المجتمع العربي على ميزانيات، وكل المقايضة بين الميزانيات والقضايا السياسية والوطنية ثبت فشلها، والتصويتات التي تم التصويت فيها ضد قضايا مجتمعية عربية وفلسطينية في نهاية المطاف كان في هيمنة لليمين في حكومة نفتالي بنت، اللي هي حكومة مستوطنين. أعتقد أن نهج القائمة المشتركة ثبت بشكل قوي شامخ ثابت بأنه النهج الصحيح. التحدي الكبير هو رفع نسبة المشاركة في الانتخابات، وإلا فأحد الأحزاب لن يمر نسبة الحسم. نعم، إذن هي سياسات، شكرا لك دكتور أحمد طيبي، هي سياسات الحكومات تتشابه من حكومة إلى أخرى إزاء المجتمع الفلسطيني داخل الخط الأخضر. كانت هذه هي الأنباء حول التصويت على قراءة تمهيدية، وسنواصل فيما إذا كان سيتم بالفعل التصويت على هذا القانون أيضا بالقراءة الأولى اليوم، كما يحاول الائتلاف الحكومي أن يفعل أيضا للتعجيل من الانتهاء من هذه الإجراءات. وهذا ما سنتابعه معك، شكرا لك من داخل الكنيسة الإسرائيلية.